السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله صباحكم بكل خير. صباح جديد، صباح سعيد، صباح الأمل والتفاؤل اللي بيتجدد جوانا كل يوم مع إشراقة شمس يوم جديدة وصباح جديد. صباح سعيد، أهلا بحضراتكم على قناتكم وعلى صفحتكم لو نفسك تخس. إيه ده؟ هي الرسالة دي قديمة ولا إيه؟ لا الرسالة دي مش قديمة ولا حاجة، إحنا في الشتاء، ولكن أنا لما بيجي شوية بس حر صغيرين كده بحس ان انا عايز اطلع من هدومي الصراحة، فلان ما بطيقش الحر، فيعني ببقى قاعد في البيت لازم اكون لابس نص كم كده. ولكن خد بالك اوعى تعمل زيي او حتى تخفف هدومك وانت خارج علشان خاطر ما يجيلكش برد حتى لو الجو حر، ولكن انا ما بحبش استحمل الصراحة الحر. استكمالا للرسالة اللي انا كنت عملتها الرسالة اللي فاتت، واللي كانت بتتكلم على الاثار الناتجة من السمنة او الحاجات اللي السمنة بتسببها لنا من مشاكل في حياتنا، وقلنا وبنكرر تاني ان اي معلومة انا بقولها هي معلومة عامة، يعني للافادة او للتنبيه على بعض المشاكل اللي ممكن تحصل لينا نتيجة السمنة، واللي احنا بنحاول نناقشها بشكل بسيط علشان توصل للناس بشكل بسيط، يعني هي مش معلومة علمية ولا طبية علشان خاطر لو يعني بننقلها بشكل بسيط جدا جدا. النهاردة هنتكلم على حاجة مهمة قوي، حاجة يمكن بعض السيدات ما بتاخدش بالها منها، وهي ان هم فجأة كده بيكون وزنهم 65 مرة واحدة يلاقوا نفسهم داخلين في 140. من 65 ل 140 بتحصل كتير جدا. كتير من الستات او من السيدات بيلاقوا نفسهم وزنهم بيزيد زيادة رهيبة رغم ان هم ما بياكلوش. ولازم يعني برضو نفرق ان احنا بنقول رغم ان احنا ما بناكلش، يعني فعلا ما بناكلش، يعني فعلا بناكل الاكل العادي اللي احنا كنا بناكله. يعني انا وانا كان وزني 65 كيلو مستمر ان انا باكل وانا وزني 65 كيلو، ولكن العمر بيعدي بس عليا. يعني النهارده مثلا كان سني 30 سنه بقى 31 سنه وباكل نفس الاكل، ولكن لقيت زياده رهيبه جدا في جسمي. لقيت في خلال سنه الجسم زاد بتاع 20 كيلو، السنه اللي بعدها بقى 30، السنه اللي بعدها بقى 40 كيلو، ولقيت ان الجسم فرط مني والموضوع باظ مني خالص، ولقيت ان الوزن بقى زياده جدا رغم ان انا باكل نفس الاكل اللي كنت باكله وانا وزني 65. هو ممكن يكون العمر هو ده اللي قلل حرقه؟ لا طبعا مش للدرجه دي. لو انت حرقك هيقل مثلا في السنه هتلاقيها هيحل يعني هيقل مثلا، حلو هيحل دي، هيقل مثلا يعني ماكسيمم 100 سعر حراري. يعني انت لو بتحرق السنه دي مثلا 1800، بعد سنتين ثلاثه تحرق مثلا 1000 و700 بس مثلا، او اقل كمان يعني، او اكتر كمان شويه. لكن الفكره كلها هل ان تقدم العمر ممكن يكون هو ده السبب؟ لا مش هو ده السبب، ولكن ممكن يكون في سببين او يعني 3 اسباب كده مهمين قوي ممكن يكونوا حصلوا لك. نستبعد منهم السبب الاولاني وهو نقص الفيتامينات. يمكن نقص فيتامين د من اشهر المشاكل اللي بتمر علينا، وان ممكن تلاقي ان جسمك ما بيستجبش لاي رجيم، وان انت ما بتخسش وفعلا بتكون ماشي على نظام غذائي صحيح يعني، ورغم عن كده جسمك ما بيخسش. ساعتها ممكن يكون في عندك مشكله في الفيتامينز، بتلاقي ان الفيتامينات عندك فيها مشكله، واهمهم فيتامين د الصراحه. فيتامين د بيكون هو ده يعني محور الاهتمام شويه بالنسبه للحرق، فبتلاقي الحرق بتاعك متاثر جدا لو فيتامين د ناقص عندك. الحاجه التانيه، السبب اللي ممكن يكون أقوى شوية في زيادة الوزن بالنسبة للستات، الغدة الدرقية. الغدة الدرقية يمكن ناس كتير جدا، أو عرفت إن في ناس كتير جدا وكتير من السيدات عندهم مشكلة في الغدة الدرقية. مشكلة الغدة الدرقية هي اضطراب هرمون، اضطراب هرمون، والستات يمكن من أكتر الناس عرضة لاضطراب الهرمونات، وبالتالي بما أن الغدة الدرقية هو هرمون فهم اكثر عرضة برضو ان هم يتعرضوا لهرمون الغدة الدرقية. وده اللي انا شفته كتير جدا من خلال التجارب، ان ستات وبنات كتير جدا عندهم مشكلة في الغدة الدرقية. طب ايه الحل؟ مش هنخس يعني؟ الحل ان انت، طب اعرف ازاي يعني، حتى يعني مبدئيا كده اعرف ازاي؟ هتلاقي نفسك ان انت اكلك زي ما هو، ولكن ان انت وزنك بيزيد بشكل كبير، ساعتها تعرفي ان انت عندك مشكلة هرمونية. طب اعمل ايه؟ ساعتها تحللي هرمون الغدة الدرقية، تروح لطبيب خاص او متخصص بالغدد وهو هيكتب لك على التحليل، التحاليل اللازمة، هو طبعا هو ادرى بالتحاليل اللي انت عايزاها. وبعد ما بتعملي التحليل
بترجعي له خلاص، وهو بيشوف الهرمون ده عندك ناقص قد ايه، يبتدي يعوضه من خلال الأدوية الخاصة بذلك بالجرعات اللي هو بيشوفها طبعا زي ما الدكتور هيقولك. وبعد كده بتلاقي نفسك ان الهرمون اتظبط والدنيا بقت ماشية معاك عادي، وتلاقي نفسك بتخسي بشكل طبيعي جدا جدا، مش محتاجة اي اكل غريب عن الاكل بتاع النظام الغذائي الصحي، بتلاقي نفسك بتخسي. طيب انا دلوقتي وزني بيزيد رغم ان انا باكل الاكل العادي خالص اللي كان انا عايش عليه طول عمري، ولكن لقيت نفسي وزني بيزيد جدا، الفيتامينات عندي كويسة، والهرمون بتاع الغدة الدرقية رحت حللت لقيته كويس، رغما عن كده في زيادة كبيرة، وبعمل ريجيم وبقلل أكلي وبرضه لسه في زيادة. طب إيه السبب؟ إيه السبب يا عم الحاج؟ السبب يكمن في تكيسات المبايض. يمكن المصطلح ده أو الجملة دي يمكن سمعتوها كتير جدا، في كتير من السيدات عندهم المشكلة دي. المشكلة دي مشكلة برضو نتيجة اضطراب هرموني. اضطراب هرموني أدى إلى هذه المشكلة. طب المشكلة دي بتعمل إيه؟ المشكلة دي بتعمل إن أنت بتسبب لك زيادة في الوزن على الزيادة اللي عندك، بتسبب لك ارتفاع ضغط الدم، بتسبب لك ارتفاع السكر، وكمان بتأخر الإنجاب. يمكن المشكلة دي الناس دي ممكن تكتشفها، أو السيدة ممكن تكتشفها لو هي لسه متزوجة جديد، بيلاقي فيه تأخر في الإنجاب، فبتروح للدكتور يكتشف إن هي عندها تكيسات، ومن خلال فحوصات بسيطة جدا يقدر إن هو يعرف عندها تكيسات أو ما عندهاش تكيسات، وساعتها بيبتدي يقول لها خسي. أول جملة الدكتور بيقول لها خسي. ليه بقى؟ لأن زيادة الوزن بتؤدي إلى اضطراب الهرمونات، ومنها زيادة هرمون الذكورة. لأن أنت يعني أنا كراجل وأنت كسيدة، كل واحد فينا جواه هرمون ذكورة وهرمون أنوثة، أي راجل أو أي ست فيه الاتنين هرمون، ولكن هرمون الأنوثة إذا اللي هو يعني لو غلب يبقى أنت أنثى، لو الهرمون الذكورة لو غلب يبقى هو ذكر خلاص، ولكن كل واحد فينا فيه هرمون أنوثة وهرمون ذكورة. طيب هرمون الذكورة ده لما بيزيد عند السيدة بيسبب لها المشكلة دي، وكمان بيسبب في الوجه بعض ظهور لحب الشباب و ظهور بعض الشعر بيظهر في، حتى احنا كنا عندنا بوست كده كنا بنحاول نقرب المعلومة دي بشكل يعني كده فكاهي شوية علشان خاطر ايه يعني ما نضايقش الناس قوي، لانهم يتضايقوا اكتر. يعني لما نقول لك خد بالك عشان ممكن تلاقي نفسك بشنب، فاللي هو الناس قالت لك ايه ده، ايه ما ينفعش يا جماعة تكتبوا كده على البتاع. فطبعا يعني احنا بنحاول ان احنا نهزر، يعني احنا بنهزر بنوصلك المعلومة بحاجة خفيفة، لان احنا أسرة واحدة، يعني احنا مش بنتريق على حد ولا حاجة. وهو ده اللي بيحصل فعلا، اللي بيحصل ان احنا بتلاقي السيدة يبتدي يظهر عندها بعض الشعر في اماكن في الجسم هي مش يعني، وخصوصا في الوجه يعني. ساعتها تعرف على طول ان هي عندها مشكلة في تكيسات او في مشكله هرمونيه ادت الى التكيسات. طب حلها ايه يا معلم؟ حلها حضرتك ان انت تخسي، لان السمنه المفرطه هي اللي بتسبب ده. يعني انا لو خسيت الموضوع ده هيتحل؟ اه هيتحل، بس التكيسات بتضعف شويه من الحرق، وتلاقي ان انت في دايره كده. الدايره السبب زياده الوزن ادى الى اضطراب الهرمونات، ادى الى تكيسات المبايض، ادى الى ضعف الحرق شويه. طيب عشان احل المشكله دي لازم اخس. طب ما الحرق ضعيف، مع حضرتك لما انت تخس هتلاقي اه انت وزنك بينزل، بس بينزل ببطء شويه، لكن مع كل كيلو هتلاقي ان انت المشكله الاساسيه ابتدت تزول، اللي هي ايه؟ زياده الوزن، وبالتالي الهرمونات هتبتدي تتظبط، وبالتالي هتلاقي التكيسات تبتدي تختفي، وبالتالي الحرق هيتحسن، وتلاقي بقى الدايره اشتغلت، وتلاقي نفسك ان انت عماله كل شوية الهرمونات اتظبطت، التكيسات ابتدت تختفي، تبتدي الحرق يزيد، يبتدي النزول اكتر، وهكذا، وتلاقي الدنيا بقت متظبطة معاك. حتى التكيسات دي بتؤدي برضو الى اضطراب في الدورة الشهرية، يعني بتلاقي ان الموضوع طول معاكي يعني اضطرابات، طبعا ده من خلال القراءة يعني. وتاني يعني بأكد تاني برضو ان اي معلومة انا بقولها هي يعني مش غير معلومة مش طبية، ولكن هي معلومة عامة
علشان خاطر لو عندنا مشكلة لازم نرجع للطبيب. يعني ما ينفعش ان احنا ناخد كلام كده من النت او كلام من بقي واقول انا عندي واروح اخد علاج من الصيدلي والكلام ده، لا، لازم ان انت او احنا كلنا نعرف ايه المشكلة اللي عندنا ولازم نرجع للطبيب، وهو ده الاساس. ما ينفعش ان انت تاخد علاج من دماغك. حتى الناس اللي بتاخد بعض ادوية التخسيس، اللي هي احنا اتفقنا طبعا ان ادوية التخسيس دي هي عبارة عن اهدار للمال، اهدار للصحة، وكمان بتدمر لنا جسمنا. الناس بعض ادوية التخسيس دي بيكون فيها هرمون اللي هو هرمون الغدة الدرقية، قال يعني لو رفعنا هرمون الغدة الدرقية هيزود لنا الحرق. تلاقي ان الشخص ده بيخس وبعد كده الهرمون بتاعه بيتضرب، ما بيعرفش يخس طول عمره، وتلاقي لو خس 5 كيلو يزيد 50. علشان كده خد بالك، او خدي بالك من الاضطرابات الهرمونية، خدي بالك من الاضطرابات الهرمونية، هتدخلك في دوامة كبيرة جدا جدا ممكن ما نعرفش نطلع منها. اخر حاجة بقى عشان نختم بقى الحاجات اللي هي ممكن تكون بتسبب لها السمنة، يعني ان في تلاقي واحد كده قاعد عمال يشرب سجاير وتقول له انت بتشرب سجاير ليه حضرتك؟ يقول لك اصل السجاير دي بتسد نفسي، اصل انا لو سبت السجاير هتخن، فخليني كده اشرب سجاير فالسجاير دي ايه تبقى يعني هي دي اللي بتسد النفس وافضل رفيع، لكن لو انا سبت السجاير من هنا هاكل كتير وهتخن. يا واد يا مؤمن، حاجه كده يعني يعني تخليك تعيط يعني. طبعا السجاير اولا هي حرام شرعا، ده يعني ده الازهر قال كده في منشور ان هي حرام شرعا، دي اول حاجه. الحاجه التانيه ان السجاير ما بتسدش نفسك ولا حاجه، ولكن حضرتك اللي انت لازم تعرفه ان السجاير وخصوصا مع التخن هتعمل لك كارثه. ايه هي الكارثه؟ زي ما اتكلمنا في الحلقه اللي فاتت ان القلب بيبتدي يضخ الدم من مكان لمكان، يعني كده بامب كده، او هو يعني عبارة عن مضخة بينقل حاجة من هنا بيوديها هنا، وهو بينقل الحاجة دي من هنا يوديها هنا قلنا ان هو بيلاقي ان ممكن يكون الشرايين في وشه مسدودة، فيحصل ارتجاع للدم تاني على القلب، وده ما يسمى بارتجاع في الصمام. يعني الصمامات اللي بتفتح في القلب علشان تطرد الدم، بتلاقي ان الصمام ده يحصل له ارتداد كده من الدم تاني، فيروح جاي مأثر على الصمام، وده ما يسمى بارتجاع في الصمام. يقول لك فلان عنده ارتجاع في الصمام، ولو انت حطيت السماعة بتاعت الدكتور دي على قلبه كده تلاقي يقول لك في رفرفة في القلب، وبالتالي انت يعني دي بتحصل مشكلة. تخيل انت بقى ان الدم اللي هو سائل كده السيولة بتاعته العادية ماشي في حتة مسدودة ويحصل له ارتجاع، تخيل بقى ان السجاير بتؤدي ان هي بتزود من تقل الدم. يعني ايه بتزود من تقل الدم؟ الدم ده فيه كرات دم حمراء، كرات الدم الحمراء دي المسؤولة عن نقل الاكسجين للمخ والخلايا. انت لما بتاخد النفس بتاع السيجارة اللي انت فرحان بيه ده تقعد تعمل كده، ده النفس ده بيخش على الرئة ويبتدي يركب جوه يتركب جوه الكرات الدم الحمراء دي ويمشي في الدم، فالجسم لازم ياخد كمية اكسجين معينة يلاقي ان اللي جاياله ايه زفت وقطران ومش عارف ايه من السجاير. طب اعمل فيه ايه ده؟ لا، زود بقى من عدد كرات الدم الحمراء علشان خاطر نلحق نوصل للمخ كمية الاكسجين، فيحصل ان انت حضرتك تلاقي عندك كرات الدم الحمراء زادت، يعني عندك احتمالية حدوث جلطات يبقى اكبر. علشان كده بتلاقي الشخص اللي وزنه تقيل اللي بيشرب سجاير اللي عنده طبعا الضغط مرتفع بتلاقيه عرضة بشكل كبير جدا للجلطة، يعني موت. فما تقوليش ان السجاير ممكن ان هي تكون حل لسد الشهية، سيب السجاير هتلاقي ان انت شهيتك اتحسنت، متعتك للاكل بقت احسن، هتلاقي نفسك ان انت الاكل الصحي بالنسبة لك بقى حياتك وبقى حاجة جميلة جدا. ما تخليش ان ممكن ان بعض الأخطاء اللي ممكن تكون في دماغك أو الأفكار الغلط اللي في دماغك تدمر لك حياتك. بس هو ده ممكن يعني، وطبعا يعني السمنة ليها تأثيرات يعني في بعض الحاجات تانية، كل ما أفتكر حاجة إن شاء الله هعمل عليها حلقة. ولكن تاني بأكد لك إن المعلومات دي مش معلومات طبية، ولكن هي معلومات عامة علشان خاطر نفهم الوضع اللي إحنا فيه. بس أسعد الله صباحكم بكل خير. ما تنساش لو عجبتك محتوى الحلقة
ما تنساش او ما تبخلش علينا بالضغط على لايك وكومنت وشير علشان يوصل لكل الناس، وما تنساش تتفرج على الفيديوهات اللي فاتت من هنا ومن هنا لو شفنا على قناة اليوتيوب، وتشترك في القناة علشان ده هيخليك توصل دايما للفيديوهات التشجيعية الصباحية وغيرها من الفيديوهات. ان شاء الله باذن الله هيكون في ايفنت في القاهرة قريب جدا، وفي اسكندرية ان شاء الله باذن الله، ان شاء الله يمكن في اخر مارس على اول ابريل ان شاء الله باذن الله. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. مراتي هتقول لي انت بتعمل ايفنتات من غير ما تقول لي الاول، فانا يعني ايه هعمل ايفنت في القاهرة وفي اسكندرية قريب كده. ها ماشي يا سامي بقى عشان نتكلم في موضوع الايفنتات. اسعد الله اوقاتكم بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.